الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى على آله وصحبه المستمعين شرف وبعد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا مشاهدي الكرام مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو ظن وأخواتها. ظن وأخواتها هي القسم الثالث من العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر. تحدثنا عن القسم الذي يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان أخواتها، تحدثنا عن القسم الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن أخواتها. يتبقى لنا القسم الثالث وهو الذي ينصب المبتدأ والخبر معا وهو ظن وأخواتها. يبقى إذن عمل ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر معا. يعني مثلا محمد مجتهد، هذا مبتدأ وهذا خبر. عندما ندخل عليه ظن أو إحدى أخواتها نقول ظننت محمدا مجتهدا، يبقى نصب المبتدأ وأصبح مفعول أول، ونصب الخبر وأصبح مفعول ثاني. يبقى إذن ظن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما جميعا، ويصبح المبتدأ مفعولا به أول لظن، وكذلك الخبر يصير مفعولا ثانيا لظن أو إحدى أخواتها. من حيث المعنى هذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث المعنى. هناك أفعال تفيد الرجحان، هناك أفعال تفيد اليقين، هناك أفعال تفيد التصيير والتحول. يعني إيه الرجحان يا حضرات؟ يعني رجحان وقوع الخبر، يعني هي تفيد الشك مع الميل إلى الوقوع. يعني ظننت محمدا صديقا، فكلمة ظن هنا أفادت رجحان وقوع الخبر، رجحان صدق محمد، رجحان صدق محمد على عدم صدقه. يبقى الصدق هنا أرجح في الوقوع من عدم الصدق، وهكذا. حسبت المال نافعا، خلت الحديقة مثمرة، زعمت بكرا جريئا. يبقى الرجحان هو الشك في الشيء لكن مع رجحان الوقوع وليس عدم الوقوع. طيب اليقين هو رجحان وقوع الخبر، اليقين هو تيقن وقوع الخبر وتحققه. رأيت إبراهيم شجاعا، يعني علمت وتيقنت وتحققت إن إبراهيم إيه؟ شجاع. علمت الصدق منجيا، فعلا تيقنت وعلمت وتحققت بما لا يدع مجالا للشك أن الصدق ينجي صاحبه. يبقى إذن هذه الأفعال رأى علم وجد وكذلك ألفى، كلها أفعال تفيد اليقين والتحقق، لا يوجد مجال الشك. هناك أفعال تفيد التصيير والتحول، يعني الانتقال من حالة إلى حالة أخرى. تمام؟ اتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني صير الله إبراهيم خليلا له. جعلت الذهب خاتما، حولت الذهب خاتم. يبقى إذن الرجحان معناه الشك لكن مع الميل إلى اليقين، إلى الوقوع. تمام؟ أما اليقين والتحقق هو أنك قد تحققت وتيقنت وعلمت علما يقينيا من وقوع هذا الشيء. يبقى إذن هذه الأفعال من حيث المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يفيد رجحان وقوع الخبر بالنسبة لوقوع المفعول الثاني،
بالنسبة للمفعول الأول، وهناك أفعال تفيد تحقق وقوع الخبر اللي هو المفعول الثاني هنا، وهناك أفعال تفيد التصير والتحول، يعني التحول من حالة إلى أخرى. اتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني صير الله إبراهيم خليلا. الله عز وجل قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني صيرناه هباء منثورا. يبقى إذن ظن وأخواتها هي القسم الثالث من العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمهما. كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر معا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.